صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان اي لايف، وحلقة جديدة من نهارك سعيد. حلقة النهاردة الثلاث 12 يناير، واحداث سياسية كتيرة جدا سواء على المستوى الدولي او على المستوى المحلي. هنحاول على قدر الامكان النهاردة ان احنا نغطيها معاكم. صباح الخير مرة تانية. صباح الخير يا سارة. صباح الخير يا مايو، صباح الخير على كل الناس اللي صحي بدري بتشوفنا في نهارك سعيد. النهاردة هيكون معانا فقرات متعددة ليها علاقة بالحياة السياسية والاجتماعية اللي بنعيشها في مصر. فأولى فقراتنا فقرة الصحافة، سرد سريع لأهم النشاطات والعناوين الصادرة صباح اليوم، هيعلق عليها ضيفنا الصحفي الأستاذ الحسين يحيى علي، وإن شاء الله دي هتكون أولى فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. طيب الكاتب الصحفي أستاذ خالد البلشي كمان هيكون موجود معانا النهاردة في فقرة السياسة، وهيتكلم أكيد على الأحداث الجارية سواء البرلمان والجلسة الافتتاحية أو الأحداث اللي حصلت سياسيا على المستوى الدولي الأسبوع اللي فات ده. أما دكتور نشوى محمد رشاد هتكون موجودة معانا النهاردة، هي أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، هتكلم معانا عن دراسة عن التحرش ودور الخدمة الاجتماعية في مقاومة التحرش. وأعتقد أن الموضوع ده مهم جدا جدا، لأن احنا بقينا بنشوفه كتير قوي في الشارع المصري، وطبعا دي حالة ما كانتش موجودة قبل كده، أو على الأقل مش بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي وبالطريقة اللي بنشوفها دلوقتي. طيب امبارح كمان عقد مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الثدي الثامن، وأعلنوا فيه عن عقار جديد مختلف عن العقار الكيماوي اللي أكيد الفترة اللي فاتت كلنا سمعنا ليه أضرار أو ليه نواحي سلبية كتيرة. فامبارح أعلنوا عن عقار جديد، أعتقد ناس كتير النهاردة هتكون حابة تعرف إيه هو. كويس قوي. هيكون معانا ضيفنا في الفقرة أستاذة الدكتورة هبة الظواهري. الكاتبة ريهام الجريتلي هتكون موجودة معانا النهاردة في فقرة عرض كتاب، هنعرف منها حاجات كتير قوي عن المجموعة القصصية الخاصة بيها، المجموعة القصصية اسمها رسال، وهي مجموعة مختلفة جدا من القصص، حوالي 12 قصة تقريبا جوه الكتاب، وحاجة شيقة جدا. إن شاء الله هنعرف تفاصيل أكتر في الفقرة دي. هنروح معاكم لفقرة الصحافة، أستاذ خالد البلشي هيكون معانا ضيفنا النهاردة، وتغطية عامة لأهم منشطات الصحافة.